كان دائما يقول: إنما أنا بشر أصيب وأخطئ، فانظروا في رأيي. ما الخطب؟ هل صار موطأ شيخنا مالك محل تشكيك ونقد؟ حاشا لله أن أشكك أو أطعن أو أن أساق سوقا دون تدبر ودون أن أعقل ما بين أيدينا من تراث شيخنا مالك، ما دام الهدف صلاح الناس. وهل أضل مالك الناس يا ابن إدريس؟ لا، بل ضلوا هم بتعصبهم له. تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقولون قال مالك. ألم تسمع قول ضيوفك المغاربة بأن لمالك قلنسوة يستسقى بها لديهم؟ على رسلك يا ابن إدريس، على رسلك. نفذ الصبر والله واستنفذت الأعذار. كيف بربك تشترئ هكذا على أستاذك مالك وتتنكر له؟ تشترئ على علمه المستمد من فتاوى الخليفة الراشد عمر بن الخطاب وعلم الصحابة وعلم التابعين الذين استقروا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صلى الله عليه وسلم هو شيخي ومعلمي لا ريب، ولا أتنكر له، بل له اجتهاده ولي اجتهادي. فأستاذنا مالك في اجتهاده تارة يأخذ بقول الصحابي والتابعي ويترك الحديث، وتارة أخرى يترك الحديث وقول الصحابي، إما لما يترجح عنده من الرأي أو لحجية عمل أهل المدينة. لقد اهتم الإمام مالك في اجتهاده الفقهي بأمرين: الحرص على تحقيق مقصد الشريعة، والحرص على استقرار أحوال الناس الفقهية والقضائية بالمدينة. لذلك فقد رأى أن الذي يحقق هذين الأمرين معاً هو التوسع في فتح باب المصالح وسد باب الذرائع والتمسك بعمل أهل المدينة. لذلك فهو لا يطبق أصلاً واحداً على كل المسائل التي تبدو متشابهة. أنت تعرف ذلك جيداً، بل كان ينظر في كل مسألة على حدة، مراعياً عند دراستها أكثر من أصل. تجده في أحيان كثيرة يأخذ بالحديث ولو كان منقطعاً. إذا عضده العمل أو جرى على وفقه عرف الناس أو كان موافقاً لقول من أقوال أئمة الصحابة أو كان ثابتاً عندهم من غير طريق. حسناً، إذن لكل منا أصوله التي يبني عليها استنباطه للأحكام الشرعية. قلتها لك منذ اللحظة الأولى ويقيني بأنك تأثرت بفقه العراق، فقه أهل الرأي، حيث يسمح بأن تظهر في مجالس الدرس والجدل والمناظرة مدارس تذيع علماً لا يعتمد على الكتاب والسنة وأقوال السلف، بل على الرأي. أخطأت في هذه المرة يا شافعي، فلا يصح أن تحاكم من سبقك من العلماء ومنهم الإمام مالك بالأصول التي ارتضيتها أنت لنفسك. أنا لا أحاكم أحداً، أنا فقط أجتهد، حتى لو أخطأت فحسب أني حاولت، وأراني صرت أبتعد بمسافة عن أصول فقه إمام مالك. إمامنا مالك يراعي ما جرى به عمل الناس وما استقرت عليه أحوالهم، أما أنا فالشرع عندي إما نص من القرآن أو السنة أو الإجماع أو القياس، ولا شيء معتبرا عندي وراء ذلك من التقاليد والعادات. إمامنا مالك يأخذ بقول الصحابي وقضائه على أنه سنة حتى لو لم يكن مرفوعاً للنبي صلى الله عليه وسلم، أما أنا فلا آخذ به إلا إذا كان مرفوعاً للنبي صلى الله عليه وسلم، غير ذلك يصبح تقليداً عندي يحق للفقيه أن يقدمه على رأيه أو لا يفعل. وفي النهاية قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.